ازيك يا سلمى؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبروك جوازك من ابراهيم سعيد. ايه؟ ايه ده؟ جوازك من ابراهيم سعيد. ايه جبته منين؟ ايه جوازي من ابراهيم سعيد ده؟ في امتى يعني اتجوزت؟ في صور انتشرت وفي كلام كتير ان انت بعد انفصالك عن حسن شاكوش بفترة قليلة ان انت ارتبطت بالكابتن ابراهيم سعيد واتجوزته في السر يعني لفترة قليلة. ردك ايه على الكلام ده؟ لا طبعا ما حصلش الكلام ده، ما جوزتش ابراهيم سعيد. لا مالك اتلجلجت في الكلام ليه؟ اتلجلجت من الخبر، يعني اول مره اسمعه، ازاي جديد الصور؟ عليا. صور؟ طب الصور؟ صور ايه يعني؟ الصور اللي انت مع كابتن ابراهيم في العربية. الصور هي اولا صور عاديه جدا، يعني كابتن ابراهيم صديق، وصديق عزيز، يعني حد محترم وشخصية محترمة وابن ناس يعني. طب اشمعنى ابراهيم سعيد؟ قول لي انت، المفروض انا اقول لك اشمعنى؟ انا مصورة مع ناس كتير جدا، عمري اصلا كمان ما نزلت صورة عندي لحد مشهور او معروف خالص. سمعت ان هو ساعة المشكلة بتاعتك انت وحسن شاكوش ان هو تواصل معاكي وقال لك اهدي شوية على حسن. ده ايوه. بتفسري ده بإيه؟ ما لسه بقول ومع لك، ان هو ما كانش يعرفك. شخصية كويسة، ولا يعرف، طب ليه؟ ولا يعرف اصلا حسن خالص وقتها. عادي، كان بيتدخل في الخير، اللي هو حاسس ان انا اتظلمت، وحاسس ان انا يعني كنت موجوعة قوي في الوقت ده، فهو كان هدى الدنيا يعني خلاص. ولا كان معجب؟ لا، كابتن تفكري ابراهيم، ليه؟ لا والتفكير ده انت انت مش بتسأل، انا برد عليك. بتفكري في الكلام. لا انا مصدومة من الكلام. كابتن ابراهيم صديق، مش كانش فيه جواز، مفيش الكلام ده. والصور اللي انت بتقول عليها دي، انا معرفش هي جت منين، لان انا الصور دي مش موجودة اصلا على تليفوني. ده التليفون بالصور ده ضايع مني من زمان، حتى الناس عارفة ان الانستجرام بتاعي اتقفل عشان خاطر لما التليفون ضاع كان بالرقم، وانا مش معايا الرقم باسمي، فمش عارفة ايش معنى الصور دي او ظهرت ليه دلوقتي برضو. طب ما كانش فيه مثلا بقى لما اتصاحبته كانش فيه اعجاب او كده؟ لا، كابتن ابراهيم صديق بس بس. ايوه، انت سألت سؤال وانت كابتن ابراهيم صديق، من اكتر الناس اللي انا بعتز بيها يعني، وراجل محترم ومتجوز، ربنا يهنيه ويسعده. بس بس ليه الفترة ما طولتش غير حوالي شهرين بس؟ ايه فترة ايه؟ ايه فترة ايه؟ جوازكم؟ ما انا ما اتجوزتوش. ما انا ما اتجوزتوش اصلا. لا طبعا. متأكدة؟ اه طبعا. يعني هي يعني مش عارفة، هي الناس مش لاقي حاجة خلاص تقولها، يعني صور عادية مع حد صديقي واحنا في العربية، مفيش اي حاجة يعني تقول ان انا كنت متجوزة. تمام، شكرا.